إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن مكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قال هن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وهذا الحديث أخرجه النسائي في كتاب الخصائص عليه، وأخرجه الترمذي وابن أبي عاصم والبزار من طريق حاتم ابن إسماعيل، وأخرجه النسائي أيضا من طريق أبي بكر الحنفي عن بكير بن مسمار بهذا الإسناد. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم: سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ والإسناد الثاني رواه ابن ماجه في مقدمة السنن. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر بالإسناد عند الإمام مسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي سهيل وهو ابن أبي صالح وأبوه اسمه ذكوان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لها. وجاء أن أدعى إليها. قال: فدعا رسول الله رجاء أن أدعى إليها. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها.
وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءك وأموالك إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، عفوا هذا الحديث من مفاريد مسلم. نعم. فهذا أيضا من مناقب علي بن أبي طالب، وأعظم ما في هذه المناقب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا فهذا أفضل من أن يحب العبد ربه تبارك وتعالى. فمحبة الله تبارك وتعالى مستلزمة لرضاه، ولذلك كان علي بن أبي طالب أفضل أهل زمانه على الإطلاق. وهناك حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يهمني منه تعليق الذهبي عليه. قال الحديث المكذوب يقول: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. فهذا حديث مكذوب، فعلق الذهبي رحمه الله على هذا الحديث بعدما بين أنه مكذوب، فقال: أما في زمانه فنعم، فإن عليا كان خير البشر في زمانه بعد وفاة الثلاثة الخلفاء قبله، بعد وفاة أبي بكر وعمر وعثمان. فمحبة الله عز وجل لعبد تعني أن الله استخلصه لنفسه، وهناك فرق بين المخلص والمخلص والمخلص. أما المخلص فلا سبيل للشيطان إليه، لأن الله عز وجل إذا قدر شيئا وأبرمه لا يستطيع أحد أن ينقضه أبدا. فلذلك الشيطان غسل يديه تماما من هذا الجنس، فقال: بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أي من أخلصتهم لنفسك، فلا حيلة للشيطان أن ينقض ما أبرمه الله عز وجل. إنما المخلص هذا هو الذي تحصل بينه وبين الشيطان المساورة والمقاتلة والمجاهدة إلى أن يموت هذا المخلص، فيغلب المخلص في جولة ويغلب في جولة، ولكن يختب له على أي حال بالإسلام. أما المخلص فلا سبيل للشيطان إليه أبدا، فهذا المخلص هو يعني يدخل فيه ذلك الجنس الذي أحبه الله تبارك وتعالى. في الحديث الثاني، حديث أبي هريرة الذي يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، قول عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى إليها. والذي أغرى عمر ابن الخطاب بمحبة الإمارة آنذاك هي هذه البشارة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي سيدفع إليه الراية، قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلذلك تشرفت نفس عمر إلى طلب الخلافة، أما إلى طلب الإمارة. أما فيما عدا ذلك فليس هناك إنسان له مساس بالدين ويعلم الأدلة الشرعية يمكن أن يستشرف للإمارة، لا سيما في زمان الجو، لا سيما في زمان الجو. والمرء يعني يضرب كفا بكف عندما يرى الناس يدفعون الرشوة في هذا الزمان السوء للوصول إلى الإمارة ويتقاتلون عليها. ومنذ عدة سنوات ضرب بعضهم بعضا رميا بالرصاص في بعض البلاد برضو تعصبا لطلب هذه الإمارة، هي مكان بترشحه لمجلس الشعب، مع أن الترشيح لهذا المجلس فيه جناية عظيمة على المرشح،
ذلك أنه مجلس تشريعي وليس مجلسا تنفيذيا. مجلس تشريعي يسن القوانين المضادة لشرع الله تبارك وتعالى، وهو مجلس أيضا عاجز عن اتخاذ قرار بتحريم ما حرم الله ورسوله مما يدخل تحت التواتر، تواتر الأدلة، وهو مثلا كتحريم الخمر، فإن تحريم الخمر لا ينبغي أن يستفتى عليه أنحرم الخمر أم لا، لأن الله عز وجل حرمها بالنص الثابت الصحيح. ومع ذلك حتى هذه اللحظة لم يتخذوا تشريعا بتحريم الخمر، بل إنهم أباحوها بفضل السياحة إلى آخره. وبكل أسف الذين دخلوا في هذا المسجد تحت راية الإسلام لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، ولن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا أبدا. ليه؟ لأن الديمقراطية هي صوت الغوغاء. ديمقراطية يعني العدد الأكثر. فلو إن مثلا 100 أحمق صوتوا أمام 99 عاقل لفاز 100 أحمق، ويزعمون أن هذا هو حكم الشعب أو أن هذا هو العدل، وهذا كله من الجور البين. فإذا لم تستطع أن تزيل المنكر فينبغي أن تزول أنت حتى تعتذر إلى الله تبارك وتعالى وتعذر إليه. فهذا مجلس تشريع فلا يجوز دخوله أبدا. إنما المجالس التنفيذية دي اللي ممكن يتم فيها الاجتهاد. يعني أنا مثلا لو دخلت مجلس تنفيذي لتنفيذ القرارات واستطعت أن أنفذ ولو جزئيا بعض أحكام الله عز وجل، فحينئذ يعني يشرع له أن يدخل في مثل هذه المجالس التنفيذية إذا كان يعلم أنه سينفذ بعض أحكام الله ولو كانت أحكاما جزئيا. وهذا من باب رفع بعض المنكر إذا لم يستطع المرء أن يرفع المنكر كله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحب الإمارة إلا لهذه البشرى. أما فيما على ذلك فما من والد يتولى على 10 إلا أتى مكبلة يداه يوم القيامة، فكه عدله أو أكبه في النار جوره. فالأصل أن يأتي مقيدا مكتفا بين يدي الله عز وجل، ثم يسأل عن هذه الإمارة ماذا فعل بها. فكيف إذا كانت إمارة لا يستطيع أن ينفذ أحكام الله عز وجل، بل تسن القوانين على عينه وهي مخالفة لأحكام الله عز وجل، بل إنه يستثمر هذه الإمارة في المكاسب الشخصية، فيأخذون مئات الألوف في إجمالهم يعني من الأفدنة، الأفدنة الزراعية والأفدنة الصحراوية. يعني ما فيش واحد دخل إلا وأحرز شيئا، يا أحرز قطعة أرض، يا أحرز أراضي كثيرة، يا أحرز أي حاجة من الحاجات بفعل هذا السلطان. وكم قرأنا في الجرائد إن أعضاء المجلس كانوا يذهبون إلى وزير الزراعة ويأخذوا التوقيع وزير الزراعة علشان ده عايز يبني بيت في حتة أرض وده عايز يعمل مش عارف إيه والكلام ده هو. وكل هذا استثمار للمنصب، وهذا لا يحل لهم أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا الخيط والمخيط. أدوا الخيط والمخيط. ليه؟ لأن المرأة سيسأل عنها. نعم. فلما أرسل علي بن أبي طالب فناداه علي فقال: يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ قال: قاتلهم على حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذاك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طبعا هذا اللون من ألوان الجهاد اندثر بكل أسف. فالجهاد نوعان: جهاد الدفع وجهاد الطلب. فقد ألغوا جهاد الطلب وأبقوا جهاد الدفع للحاجة. جهاد الطلب أن تخرج الكتيبة المسلمة من بلاد الإسلام تطلب بلاد الكافرين، ثم يساومونهم على واحدة من ثلاث: إما أن يسلموا
وإما أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية، وإما أن يقاتلوا. فإذا وافقوا على واحدة من الاثنين خلاص نجيزهم على ذلك، فإن أبوا إلا القتال فحينئذ يقاتلوا حتى يفتح الله عز وجل للكتيبة المسلمة أو للدولة المسلمة. وهذا النوع من الجهاد ليس المقصود منه هو مصادرة حق الغير كما يزعم أعداؤنا، وبكل أسف بسبب الاستخذاء وسبب القزامة وقصر القامة في بلاد المسلمين صاروا يرهبون تهم الأعداء. فإذا قالوا أنتم تغيرون على الشعوب لتأخذوا أرضهم دفعوا ذلك وأكثر من ذلك عن نفسهم حتى يثبتوا سماحة الإسلام. الإسلام لما شرع للدولة المسلمة أن هي تغزو بلاد الكافرين كان الهدف الرئيس من هذا هو نشر دين الله عز وجل، لأنه ليس من حق أحد أن يحجب الهدى عن الناس أبدا، وإذا أراد أن يحجب الهدى عن الناس فيقاتل حتى يخلى بين الناس وبين الهدى. فإما أن يسلموا ويقبلوا الهدى، وإما أن يبقى على دينه، لكن لا بد أن تضرب عليه الجزية، وهذا من جملة الصغار المضروب عليه. كتاب أهل الذمة كما للذمة لابن القيم رحمه الله قدم له بعض الكتاب العراقيين ممن له باع في فهم الشريعة، لكن زلت قدمه بكل أسف في المقدمة التي كتبها لهذا الكتاب وهو يناقش قوله تبارك وتعالى وهم صاغرون. قال لك لا يشترط الصغار، يعني هو بيدي الجزية يكون مدلس الودان، إنما يشمخ بأنفه هذا يعارض الذل، يعارض الذل. فابن القيم يتكلم على أساس أنه لا بد وهو يؤدي الجزية أن يكون صغيرا، فده عمل يتكلم على أساس أن يعني أن خلاص الدنيا تقدمت ولم يعد هناك أي مبرر نحن نضرب عليهم الصغار، لأن هذا ينفرهم من دين الله عز وجل، بل لا بد من أخلاقنا سمحة. إلى هذه المعاني الغريبة التي صاغها وكتبها في المقدمة بلسان رجل بليغ، مع أن كلام الله عز وجل واضح تماما. فهو تضرب عليه الجزية فيؤديها وهو صاغر ويبقى على دين خلاص. أو الثالثة إن هو بقيه ما بقي بيننا إلا حز الغلاصم ونفذ الأراقم ومتون الصوارف، يبقى في غير الحرب الزبون، يبقى إيه حتى يقضي الله بيننا وبين عدونا. طبعا هذا اللون من ألوان الجهاد انتهى بكل أسف منذ زمن طويل، ومنذ خلاف سقوط الخلافة العثمانية على الأقل أو قبل سقوطها بوقت قليل ما بقي إلا جهاد الدفع. جهاد الدفع اللي هو أنك أنت تدفع عن نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مغازيه كان على النوع الأول في الجهاد وهو جهاد الطلب، كان يخرج من المدينة يقصد أعداء الله في مكانهم ما عدا غزوة الأحزاب، فهي التي دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه لما حفروا الخندق وما بدأوا الكافرين بالقتال، ولكن انتظروهم حتى يعني يعبروا الخندق ثم يرمونه، وأرسل الله عز وجل ريحا وكفى الله المؤمنين القتال. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل هو ابن سعد حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ هذا أي اللفظ القادم هو لفظ قتيبة، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم. طبعا هو قتيبة بن سعيد هو الذي روى الحديثين معه، ولكن في الحديث الأول يرويه قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم، والإسناد الثاني يرويه قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن، فهذا في الواقع هو لفظ قتيبة عن يعقوب وليس لفظ قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم. عن أبي حازم أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر
لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يعني لم يكن هذا من تمني عمر ابن الخطاب وحده، بل تمناه سعد بن أبي وقاص كما في الحديث الفائت، وتمناه جماعة من الصحابة أيضا، وباتوا يحلمون بالراية من الذي يعطاها لهذه البشارة العظيمة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به. وفي بعض الروايات قال: فأتي به يقاد. يقاد يعني لا يكاد يبصر بين يديه، يعني في قائد يقوده كأنه أعمى. فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرى حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، حتى يسلموا. فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون خير من أن يكون لك حمر النعم. وهذا الحديث بسنديه أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. أما الإسناد الأول فأخرجه في فضائل الصحابة، قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد. وأخرجه أيضا في كتاب الجهاد، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم بهذا الإسناد. أما حديث يعقوب بن عبد الرحمن فقد أخرجه الإمام البخاري في الجهاد وفي كتاب المغازي، قال: في الموضعين: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن بهذا الإسناد سواء. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع قال: كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، قال: فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. وما نرجوه أي ما كنا نتوقعه، مش وما نرجوه أي ما كنا نتمنى أن يعطيه الراية، لا، لأن عليا كان يشتكي فخلفوه وهو يشتكي، فيعني بعد عن أذهانهم أن يقاتل في مثل هذه الحال. فلذلك قال: وما نرجوه أي وما نتوقع أن يعطيها لعلي بسبب الرمد الذي كان يعاني منه، وما نرجوه. فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يسأل سائل عن فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وفي ليلتها، وجوابي أنه لم يصح
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى حديث. وإن كنت أعلم أن بعض العلماء المتأخرين يحسنون هذا الحديث، أظن منهم شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين. والصحيح أن هذا الحديث مضطرب ولا يصح من جهة الإسلام.